الله لما يجي النهارده كل اعداد الهندسه وامن الله الحاجات اللي الدنيا تكون هي اللي جايه بكره بامر الله. وحال ليس بناء على الكلام اللي سمعناه ركز في اللي تكتبه، اكتب بتأني الوقت هيكون كافي جدا جدا. هبدا انا بمراجعه اهم النقط النظري واشهر البراهين ان شاء الله اللي مش هيفرض عنها بامر الله. اول حاجه في النظر اللي هنراجعها المضلع هو عبارة عن اتحاد عدة قطع مستقرة، أو اتحاد ثلاث أو أكثر. اللي يهمنا حتى نتيجة الامتحان المضلع المحدب المضلع المقرر. المضلع المحدب ده احنا اللي بندرسه، اللي هو مثلث مستطيل، الحاجات اللي احنا بندرسها العموم اللي احنا بندرسها، مثلث هتلاقيه مستطيل مربع معين. انما المقعر ده بقى اللي احنا ما بندرسوش هتقول ايه؟ يحتوي على زاويه منعكسه على الاقل، يعني ممكن يبقى فيه زاويتين منعكستين منظرهم. حتى هتلاقيه غير مقلوب شويه كده اهو، شوف الزاويه عامله ازاي؟ ده اسمه مضلع مقعر. نرجع تاني للموضوع المضلع المحدب. في المضلع المحدب هيسألك عن مجموع زوايا، اللي هو مجموع زوايا المثلث، مجموع زوايا الرباعي، مجموع زوايا الخماسي، ما إلى ذلك. عندنا قانون بيقول مجموع زوايا نور ناقص 2 في 180، ده مجموع زوايا المضلع المحدب نور ناقص، أو مجموع زوايا الداخلة. مجموع زوايا الداخلة نور ناقص 2. يعني انا بتكلم عن هتكون 3 ناقص 2 في 180 تطلع 180، واكيد كلنا عارفين لو رباعي هيبقى زاويه 320، فبتقدر تطبق في القانون. لو خماسي تقدر تقول برضه في نفس الكلام 5 ناقص 2 في 180 يبقى 3 في 180 540. لو ثلاثي 720 وهكذا. بعد ما اتكلمني عن الزوايا الداخلة اتكلمني عن المضلع المنتظر. المضلع المنتظر هو مضلع بيكون فيه حاجتين، أضلاعه متساوية وزواياه متساوية. أشهر المضلعات المنتظرة المثلث يساوي الأضلاع، اللي بيكون كل زاوية من زواياه 60. بعد كده يجي المربع برضه مضلع منتظم بتكون كل زاوية من زواياه 90. تدخل بعد كده الخماسي المنتظم، لازم القانون يبقى القانون يقول زاوية رأس الخماسي المنتظم أو زاوية رأس الخماسي المنتظم هيبقى نور ناقص 2 في 180 على نور، ده القانون. طب هو قال ان هو ايه؟ خماسي، يبقى 5 ناقص 2 في 180 على نور تطلع 108. كنا حافظين لازم ارجعها برضه. السداسي هتبقى الزاويه كام؟ 120. طب لو هو اداني الزاويه وعايز عدد الاضلاع، كمان عندي قانون جديد هيبقى عدد الاضلاع 360 على 180 ناقص س. س دي هي اللي هي ايه؟ س دي هي زاوية رأسه الداخلي. مثلا مضلع منتظم زاوية رأسه 140، اوجد عدد أضلاع. هتقوم قايل عدد الأضلاع طبق القانون اللي فوق 360 على 180 ناقص ايه؟ وقايل كام؟
160 على 40 يطلع تساوي. طيب كده بنطلع المنتظم زود راسه فاضل عدد الاقطار. المثلث بلا اقطار وده الشكل اللي ملوش اقطار. الرباعي له 2 قطب. الخماسي له 5 اقطار. ده الشكل الوحيد اللي عدد اضلاعه قد عدد اقطار. ده الشكل الوحيد اللي عدد اضلاعه قد عدد كفايه اكتر. الثلاثي هيبقى 9 بس كفايه عامل بالكم. النقطه على بس انا مش عايز اشغل بالكم بيه. ده بخصوص المضلع. محيط المضلع المحدب مجموعة اضلاعه محيط المضلع. لا بس انا هتكلم في المحيط المضلع وهو المنتظم. بيقول لك محيط المضلع المنتظم طول القمة في عدد اضلاعه. لذلك ما تستغربش لما تلاقي محيط المربع طول الضلع 4، محيط المثلث منطوي اضلاعه طول الضلع 3، محيط الخماسي المنتظم طول الضلع 5 وهكذا. بنسيب الموضوع ده وبننقل لحاجة تانية. طبعا دي لازم ترجعها كويس اللي دي الجزئية اللي بيجي فيها نظر. بعد كده دخلنا على المتوازي وخواص المتوازي. خواص المتوازي، المتوازي أولا هو شكل رباعي في كل هذه المقابلين متوازيين. متوازي شكل رباعي في كل ضلعين متقابلين متوازيين. خد بالك من كلمة كل، ان لو شالت كلمة كل بقى شكل رباعي في ضلعين متقابلين متوازيين بقى اسمه ايه؟ لو كلمة كل اتشالت بقى اسمه شبه منحرف. شبه المنحرف نفس الكمي بس من غير الكلمة. ده منظرك بقى عامل كده، ده اسمه شبه منحرف. نرجع تاني للمتوازي. خواصه انا بقسمها اتنينات كده. واحدة أول واحدة دي أضلاع، بعد كده زوايا، بعد كده أقطار. بخصوص الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول وكل ضلعين متقابلين متوازيين. هذا بخصوص الأضلاع. بخصوص الزوايا كل زاويتين متقابلتين، طبعا نقصد الزوايا كده دي وبندي، كل زاويتين متقابلتان متساويتان. انما كل زاويتين متتاليتين متكاملتين يعني مجموعهم 180. يعني لو انا قلت الزاويه دي 80 تبقى دي كام؟ 80. اللي هي وراها تبقى كام؟ 100. دي تبقى 100 مثلا. وخطوط الاضلاع لو انا قلت 3 سم تبقى دي كام؟ 3 سم. 4 سم ولا 4 سم؟ الصفه اللي بتبتدي هنا الاطراف تنصف كل منهم يعني لو في قطر كده نخرج من المتوازي الى المربع المعين الى المستطيل. نروح بقى نتكلم عن المستطيل. المستطيل المستطيل هو شكل رباعي بس لما نيجي نعرفه ايه هو متوازي احدى زوايا القائمه. المستطيل المستطيل
هو متوازي زوايا قائم لا مستطيل. أو هو متوازي ماله بقى أقطاره متساوي. دي تنفع بالفيديو من خواص المستطيل طبعا لزوايا قوارب القطرين المتساويين ودي حاجات ما كانتش متوفره في المتوازي. ندخل على المعين هو متوازي تقدر تقول اضلاعه متساويه او تقدر تقول في ضلعين متجاورين متساويين او هو متوازي اقطار متعدده مخصوص معين. مفيش صفة موجودة هنا وهنا الا الخمسة صفات اللي خرجوهم من المتوازي. المربع. المربع هو الرباعي المنفصل. هو شكل رباعي ثلاثة. شوف الصفات بتاعته. خد كل حاجة. خد الزوايا القائمة. وخد الاضلاع المتساوية. وخد الاقطار المتساوية والاقطار المتعامدة. يعني لما تيجي تعدد خواص المربع تلاقي هو ايه؟ في كل اللي في الاشكال اللي فاتت في شكل واحد. لذلك لما جم يعرفوا المربع قال لك هو مستطيل بس زود عليه صفه من صفات المعين. مستطيل مثلا بس اقطار متعامله. او مستطيل اضلاعه متساويه. او معين زواياه قائمه. او احدى زوايا يعني احدى تفيد فيها واحده هتجيب كله. لو قلت واحده هتجيب كله. او قلنا المربع هو معين زوايا قائمه تنفع او احدى زوايا قائمه او هو معين اقطاره متساويه. الخواص هي كل الخواص اللي فيما سبق. خد بالك بس في حاجه زياده ان القطر ده بيقسم ان هي 45 درجه وان هي 45 درجه على الترتيب كده. بعد الشكل ده كان عندنا المثلث. المثلث مجموع زوايا 180 درجه. مجموع زوايا المثلث الداخله 180 درجه. المثلث يحتوي على زاويتين حادتين على الاقل. المثلث يعني ممكن يكون ثلاثه بس يحتوي على زاويتين حادتين على الاقل. الصفه اللي زي ما بتيجي في المثلث يقول لك ايه؟ لو في زاويه زاويتين في مثلث يبقى المثلث ده ايه؟ هنقول لك عرفنا مجموع زوايا المثلث 180 درجه. ده اللي انا بقول عليها. لو قلنا انا عندي زاويه تساوي زاويتين فألف تساوي 90 درجة. طب لو كانت دي مالها أكبر؟ يبقى ألف منفرد. فقول في المثلث يوجد زاويتين حادتين على الأقل يعني ممكن يكون ثلاثة. في عندنا بقى المثلث المتساوي الاقطاع تكون كل زاويه كام؟ 60. الزاويه اللي بره بكام؟ ب 120. يبقى الزاويه الخارجه في المثلث المتساوي الاقطاع بتكون 120 درجه. انما الخارجه عموما الزاويه الخارجه عموما بتساوي ايه؟ مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجرد ده. انما الخارجه في المثلث المتساوي الاضلاع بتكون ب 120 درجه. ده كان بخصوص المثلث. طيب نروح بقى لنظريه فيثاغورس. نظريه فيثاغورس بيقول في المثلث القائم الزاويه مساحه المربع المنشا على الوتر بتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على المعين القائم. مثال على الكلام ده لما انا قلنا دي 3 سم ودي 4 سم عايز ألف جيم هنضيفها نظرية فيثاغورس. هنقول ألف جيم تربيع تساوي ألف بيه تربيع زائد بيه جيم تربيع. دي ما عرفهاش. يمكن ألف بيه بثلاثة وبيه جيم بأربعة. 9 زائد 16 25
يبقى الالف ب خمسه صفر. دي كانت طبعا مساله الصعوبه سهله جدا. بعد كده عندنا درس اسمه التحويلات الهندسيه. ايه التحويلات الهندسيه اللي عندنا؟ عندنا انعكاس انتقال دوران. انعكاس انتقال دوران هو ده الثلاث تحويلات اللي عندنا. التحويلات الهندسيه دي نقدر نقول بتحافظ على ايه؟ على الاطوال، على قياسات الزوايا، على التوازن. ممكن يقول لك الانتقال يحافظ على ايه؟ كله الكلام ده. التحويلات الهندسيه انعكاس انتقال دوران بيحافظوا على اطوال اضلاع، قياسات زوايا، على التوازن. دول اللي بيحافظوا عليه. نبدا بالانعكاس. الانعكاس عندنا ثلاث حاجات، الانعكاس في السينات وفي الصادات وفي نقطة الأصل. مثال على طول، النقطة ثلاثة وأربعة، لو هعكسها في السينات يبقى هتبقى ثلاثة وسالب أربعة، لأن الانعكاس في السينات بيتغير من الصادات. طب لو نفس النقطة وبعكسها في الصادات، الانعكاس في الصادات بيغير السينات ماشية غير بخلافه. طب الانعكاس في نقطة الأصل، الانعكاس في نقطة الأصل زي الدوران 180 بالظبط، بيغير الإشارتين. ده الانعكاس، وهيجيلك إن شاء الله انعكاس على شبكة. بعد كده الانتقال برضه سهل قوي. لو انا قلت لك النقطة 3 و 4 الانتقال 1 و 7 هتعمل ايه؟ 3 زائد 1 4 و 4 زائد 7 كام؟ 11. يبقى ده النقطة، ده الصورة، وده الانتقال. عايزك لما تجيب جاوب حاجة في شبكة تنمية هتقول لي ألف ب ج، تكتب هنا ألف شرطة دي شرطة دي شرطة زي ما تكون الدورات. عندي دورات سالب، وعندي دورات سالب 90، وعندي 180، و 180 زي السالب 180، وعندي 360. ال 360 ده دوران محايد. يعني ايه دوران محايد؟ يعني بتفضل النقطة زي ما هي، تبقى بس هناك نقطة ونعمل بقى كل حاجة. عندنا الدوران 90 بلد الدوران الموجب يعني ماشي ضد عقارب الساعة، والدوران السالب يعني ماشي مع عقارب الساعة، الموجب ولا ضد العقارب. نقطة زي 3 و4 بدوران 90، الدوران 90 بيعمل ايه؟ بيمدد ويغير إشارة مين؟ الأولاني. يبقى بيبدد ويغير إشارة الأول. طب الدوران سالب 90 بالمناسبة اسمه سالب 90 حروفه 270 برضه بيبدد بس بيغير إشارة التاني، بيبدد يعني بيخلي السي صعب والصاد سي. هنا بيبدد ويغير تاني. الدوران 180 زي سالب 180 زي الانعكاس في نقطة الأصل اسمه نص دوران. بيغير الإشارات وما بدلش. بيغير الإشارات. الدوران 360 أو سالب 360 ده دوران محايد. يعني بتفضل النقطة زي ما هي. لا بتتحرك لا يمين ولا شمال. في درس الانعكاس في حاجه اسمها محور التماثل. تعريف محور التماثل هو خط مستقيم يعكسه الانعكاس.
عندنا مثلث متساوي الصوابعين له محور واحد. مثلث متساوي الصوابعين له محور واحد. طب لو متساوي الاضلاع، لو متساوي الاضلاع يبقى ثلاث محاور. طب لو مستطيل المختلف بالمرة، طب ما جبنا سيرة المثلث يبقى ايه؟ احنا قلنا المستوى الصقيع، المستوى الاضلاع. طب المختلف الاضلاع، مختلف الاضلاع، مختلف الاضلاع لا يوجد له محارة، لا يوجد محارة. الاشكال بقى اللي تركز فيها المربع اربع محارة، المربع اربع محارة، المستطيل والمعين له ايه؟ اثنين محور، له محورين، قصدي المحور محور ثلاثة يعني، المعين ملوش، قصدي المتوازن ملوش، المعين له محورين، المتوازن لا يوجد محاور، ما بيتقسمش. المتوازي ملوش، على الجانب الاخر شبه المنحرف ملوش، انما شبه المنحرف المتساوي الصوتين لا، ده له واحد زي المثلث المتساوي الصوتين. الدايره لا علم لا نهائي من المحرف. ده كان نظري الهندسه، هجيب الوقت وامسح واعمل اهم البراهين اللي ممكن تقابله في المحمر، اهم البراهين. اهم البراهين طبعا احنا عارفين المثلث اللي جوه مثلث، هنقولها اهم البراهين. كان عندنا مثلث كده وطبعا كلنا شفنا المسألة مليانة من الحل، عايز برضه نحط المثلث اللي جوه ومديني اللي ا ب 8 سم و ا ج ب 6 سم والب ج خليه هو كمان قول 8 سم. وانا عايز محيط المثلث ده اهي هو. محيط المثلث معروف ان هو مجموع اطوال اضلاع. لما اجي اعبرها المساله دي وهي غالبا جايز هقول له اللي الرسمه ما تهمناش، يعني كل اللي انت ترسم ما يهمناش، احنا يهمنا البرهان. هنقول له بما ان دال هي قطعه واصله من منتصفي الالف المثلث، اذا دال هي توازي ب ج وتساوي نصف، يعني نصف ب ج يعني نصف الثمانيه بكام؟ وبالجسم زي ما جبت الدال هي هتقول لي دال واو نفس الكلام، يبقى ده هو نص ألف ج يعني نص ستة ثلاثة من لسه، من اللي لسه ما جاش واو هي، يبقى واو هي تبقى نص الألف ب، يبقى إذا المحيط هيبقى كام؟ نجيب ده نجيب ده نجيب ده أربعة وثلاثة وأربعة، أربعة وثلاثة سبعة، سبعة وأربعة 11. ده بخصوص أهم وأكثر المسائل لما تيجي تعمل إحصائية انتشر في امتحانات المحافظات هي المسألة دي. تيجي بعد كده مسألة ثانية، لما تجيب مسائل الأكثر تكرار ده كده الموازي.
المسيحيين اثبت ان الف هاء بتساوي هاء. كلمه السر في المساله دي وكانت وحلها ان انا هبدا اقول له ان في المتوازي القطران ينصف كل منهما الاخر. اقول له بما ان في المتوازي القطران ينصف كل منهما الاخر اذا الف م تساوي ج و م ه يوازي ب ج. انا كده جبت الشرطين بتوع النظريه ينصف ويوازي. اذا الف ه بتساوي ج ب. انا مش عايزك القناعه تغلط ان عندكم ان انت البرهان الكويس او البرهان الطويل اللي بتبقى كاتب فيه كتير ابدا والله. او البرهان ده هو كلمتين يعني لو انا كاتب الف م بتساوي ج م ه يوازي ب ج. ايه ده الف هتساوي هنا تاخد درجه كامله. فالعمليه مش بطول وقطر الكتاب. كمان مسالتين كده برضه في المربع اكثر المسائل تكرارا اكثر البراهين انتشارا. احنا اتكلمنا عن المثلث اللي هو مثلث. كان دايما السؤال اللي كان بيضايقكم اثبت الشكل المتوازي. جايب لي مربع كده ورسم كده ده مربع قال لي جدا مربع. وبيقول اثبت ان ده متوازي بس هو قايل ان الشكل اللي في الجنب مربع وقايل ان الف ب ج د مربع. اثبت ان الف ج ب د متوازي. المربع يديني حاجه هي اللي هتشغل لي الشكل. بالمناسبه متى يكون الشكل متوازي؟ يكون الشكل متوازي اذا انا لقيت كل ضلعين متقابلين متوازيين او لقيت كل ضلعين متقابلين متساويين. دي الحاجات اللي بتخلي الشكل متوازي. او الحاجه اللي انا بكون منتشره قوي في المسائل ان انا قدرت الاقي ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين. هنا البرهان بسيط قوي. بما ان الشكل ا ب ج د مربع اذا ا د هيوازي ب ج. يعني ده يوازي ده. طب اللي يخليك تقول الف ده يوازي ب ج؟ طب ما تتحرك قدام شويه. ما هي ه تنتمي ب ج شعاع. يعني بدل ما تقول الف ده توازي ب ج اتحرك قدام شويه تبقى الف ده توازي ج ه. اذا الف ده هتوازي ج ه. وسميها لي اولا بتبقى حلوه قوي دي. الحته اولا وثانيا بتدل على طالب النصر. يبقى انا اولا ثبتت ان دي بتوازي وهو قايل ان دي بتوازي دي. ولكن بما ان الف ج توازي ده ه منين؟ منين الحته التانيه اللي انت قلتها دي ايه؟ دي نقطه. من اولا وثانيا انا لقيت كل ضلعين متقابلين متوازيين. اذا الشكل ا ج ج ده متوازي. شفت في بعض المسائل وطلب مني الزاويه دي. الزاويه دي هتبقى 135 للآن. انا عارف ان قطر المربع بيقسمه 45 و45 هيبقى ليها 45 من جنبها 90 تبقى الزاويه دي كلها كام؟ 135. دي برضه مسائل منتشره. مساله زي دي الف ب د د وكل اللي دي بيوازي دي وكل اللي هي 50 درجه اللي هي 70 عايز الزاويه دي سهله على فكره. هي زاويه خارجه عن المثلث بتاعك. بس انا هبدا الكلام ازاي؟ هقول له بما ان الف ب يوازي ده ج اذا قياس الزاويه الف يساوي قياس الزاويه ج يساوي 50 بالتبادل. هي 50 تبقى اللي تحت هي كام؟ 50. طيب وفي المثلث اللي هو اسمه ايه؟ ه ده ج
لا المثلث ه د ج ده فيه الزاوية ألف ه د خارجة. الزاوية خارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين اللي هما هم بتساوي 50 زائد 70 بتساوي 120 درجة. إن شاء الله برضه تلاقوا الفكرة دي موجودة فوق. أكيد أكيد جاي لك مسألة انعكاس انتقال دوران، أنا متوقع إنها غالبا هتكون دوران، يعني لما هتجيب لي مسألة دوران أنا هرسم في ورق الرسم البياني، بس رجاء نرسم رسم مقترح، نتكلم طلبة كبار مش طلبة صغيرة. أنا مثلا بقول لك عندنا ألف ب دي مسدد، ألف واحد وواحد، ب واحد وأربعة، ج أربعة وثلاثة. أوجد صورته للدوران حول نقطة الأصل بزاوية 90 درجة. أما أجي أحل بقى أكتب ألف واحد قبل ما أرسم ب ج ألف شرطة ب شرطة وبعد كده أفكر في ده. شوف كل الدوران 90 هبدل وغير الشرط الأولاني وبعد كده ابدا اعملها على شبكه ثانيه. جايز ذات المسائل الاكثر تكرارا والاكثر شهره وبتيجي كتير، اذا انت شايف فيها حاجه ثانيه اهم وانت ما قدرتش تحصلها مستنيك ان شاء الله بكره الصبح قبل اللجنه اسال في اللي انت عايزه. طالما ان الوقت الامتحان ما بداش الساعه 8 من حقك تسال وتسال اي حد، مش هقول لك تسال اي حد بحيث انك تبقى داخل مطمئن، بس انا بطمنك وباكد لك الامتحان جاي سهل مباشر. خلص مذكره التوجيه اللي معاك، شوف التمارين العامه، شوف كتاب المدرسه فيه نماذج في الاخر حلها، ادخل ويجي اي امتحان انت ان شاء الله مش هتفرق معاك. واكد على ان الثلاث اسئله بتوع التنز جايين بس يقال لنا ان هم جايين حاجات مباشره وبسيطه، فما تقلقش نفسك من كيف التنز ان شاء الله. وبالتوفيق، مستنيكم تاني يوم مراجعه الكتاب والامتحان.